الفيض الامر الله فعلا، ولكن المسؤولين الله يهديهم يخدموا شويه. هادشي اللي بغينا نقول لهم حنايا، الوضع هذا راه ما يقبلوا حتى واحد الشريفه. هذا اللهم هذا منكر. لا هادشي كنتظروه راه كل سنه كيوقع، ماشي عاد دابا، ولكن الله يهدي المسؤولين خصهم يخدموا شويه. ومدينه كازا شنقول لك اختي، ازمه باقي مبغوش يحلوها لا مسؤولين لا المنتخبين لا حتى واحد. يعني فاش كتشوف يعني كازا بهذ الحموله اللي كاينه فوالا، باقي عندها نفس المشاكل اللي عانيناهم حنا في صغرنا اليبوك وكبرنا معاهم، وقيل الاجيال الاخرى غادا تزيد معاهم. فاش تلقاي فيضانات بحال هكا في كازا، عيب عيب وعار حشومه كاع. يعني شنقول لك، يعني نقدر نقول لك بدون تعليق، يعني شنقول لك، 2021 المستوى اللي غادي فيه المغرب دابا دبلوماسيا الله ينصر سيدنا فوالا يعني. ولكن الناس اللي معاه، الناس اللي احنا اصلا احنا كشعب، انا نهضر كشعب فريمون، احنا المسؤولين احنا ما متحمسينش ليهم. يعني الا كان شي مبادره ملكيه لكازا ما كاينش الفيضانات، علاش تهضري على ترونسبور؟ علاش تهضري على شنقول لك مستشفيات؟ يعني كازا شنقول لك مهموله، ولا شي نقدر نقول لك. يعني كازا بدون تعليق، الا جينا نهضروا على كازا خصنا حتى يجيو فيضانات باش نهضروا. نهضروا على لا بغيتي، شكون اللي شاد كازا؟ حنا على من انتخبنا اليوم؟ ياك على العداله والتنميه، فين هي الخدمه ديالهم؟ لا حكومه ديال بن كيران، لا ديال العثماني، لا ديال، واخا يجيو 1000 عداله والتنميه دابا تيبين لكم ما كاين والو. الهضره بحال اللي داز، بحال اللي جاي، بحال اللي واقيلا اللي غادي يجي. يعني فين هي الحكومه؟ فين هي دفتر التحملات؟ فين هي الهضره كيضروا يهضروا علينا؟ فوالا كازا التنميه هذه هذه، غدا الا جات شي كارثه غادي نشوفوا شي حاجه اكثر. الحمد لله جات فيضانات وربي يسترنا. والتيران الحمد لله بعدا لله رحمنا، واقيلا ما نزلش عندنا شي شتا بحال اللي كتنزل في فرنسا ولا كلها. راه كازا صافي غرقات كلها. تصوري لو كون جات عندنا مثلا، كان عندنا حنا لي تسونامي بحال اللي كاين في ميريكان ولا بحال، بقينا كل سالين اندثرنا محاجب. يعني ما بقاش تسمعي كازا كلها، دابا وليتي كتشوفي بحيرات الناس كيعوموا. يعني فين هي الخدمه ديال غادي نقولوا يتحاسبوا؟ راه ما غاديش يتحاسبوا، حيت اللي قبل منه ما تحاسبوش اللي غادي يجي. يعني خليوها بحال هكا، نتمناو شي مبادره ملكيه، يعني نقدر الملك هو اللي يقدر يحل هذا المشكل. اما المنتخبين والله واخا يبقاو ثلاثه القرون من عندي انا، تجي تحيد العداله وتجي الاصاله والشراكين بحال بحال سنة فوغيا. الفيضانات اللي عاشها كازا مؤخرا ماشي لاول مره ولا ثاني مره، هذا الشيء حدث منذ الثمانينات، ولكن خص المجلس الوصي وهو مجلس المدينه خصو يزير هذا اللي داك الشركه اللي داك اللي متعاقده مع هذا اللي الدور ديالها هو تدبير المفوض. خصها دير استثمار كثير في البنيه التحتيه. هذا المشكل اللي كيطرا عنده علاقه بالبنيه التحتيه، كون كانت الامور مقاده دائما غادي نتفاداو هذه الفيضانات. هذا المشكل ولينا حنا في الدار البيضاء كنعيشوا مرارا تكرارا، وما يكونش تساهل مادام انهم هاد الناس كيقدموا واحد الخدمه كيتقاضوا عليها واحد الاتعاب، خصنا حنا ما نرحموهمش نزيروهم. كيف يعقل ان يكون هذا التساهل؟ هذا الشيء خصو لا يعقل، خاصه حنا في هذا العصر دابا اللي الامكانات التقنيه متطوره جدا جدا. بصراحه هذه ماساه، واحد العدد ديال الشوارع كبيره، وباقي نعقل انا كنذكر واحد الواقعه كانت وقعت في شارع الجيش الملكي من اللور ديالو قريب الوطنيه. اش غادي نقول لك؟ راه المسوب المهر وصل لواحد الدرجه بالغه. هذا الشيء خصو ما يبقاش عار. كل عام احنا نشوفوا راسنا كنواجهوا مشكل ديال المياه. كاين الناس اللي عندهم محلات تجاريه، كاين الناس اللي عندهم ديور سفليه كيخسروا الحوايج ديالهم، الناس كتخسر السلعه ديالها. لا يعقل لا يعقل، ما يمكنش يبقى هذا التساهل. خص هاد الناس كما قلت انا الجماعه تزيرهم بزاف عاد، وما يبقاش هاد التكرار. اختي الفيضانات ديال اللي طرات هاد السمانه كارثه. هاد الناس المسؤوله ما مخداميش، ما كيديروا والو. اللي ديك ما دايره والو، ما كاينش مراقبه، ما كاينش. هاد الفيضانات هي اللي بينات على اساس بان راه الناس ما خداماش اصلا، ما كاينش واحد الاهتمام في البلاد، ما كاينش. الفيضانات كيوقعوا، الناس غرقات، الناس ماتت، ما كاينش الناس مسؤوله، ما كايناش. وراه بطبيعه الحال راه كتشوفي دابا صبات الشهر بايام، كون صبات الشهر اش غنقولوا؟ كره كازا كلها وداز.
هاد الناس خصهم يديروا خدمتهم، الناس المسؤولة تاهم خصهم يديروا خدمتهم ويشوفوا داك داك القواديس ويقدوا القواديس ويديروا البنيه التحتيه مزيانه، باش تيري كانت الشتا كتكون الشتا واحد ما كتبانش، كتكون حيت كاينين شي مناطق في اوروبا كتكون الشتا عندهم اكثر من حنا، ما كتبانش بحال ما صبتش عندهم. حنايا راه عندنا الاهمال ديال ديالنا مسؤولة، هادشي اللي كاين. اولا بعدا كنت الحمد لله على هذا الغيث اللي نعم عليه بالله على كازا، وهذا الشيء كيبقى للمسؤولين اللي ما كيقوموش بواحد الخدمه اللي هي خصو يدوز هذه الامطار اللي نزلت على كازا، وكنتمنوا باش يقوموا بالواجب ديالهم في احسن. لا حنا ما كناش كنتظروا هاد الفيضانات، ولكن الاحوال يعني الجويه ما كنقدروش نتحكموا فيها حنا، وما كنقدروش نقول كنتظروا ولا ما كنتظروش، لان مره تكون هكا ومره تكون 3 سنين ولا 4 سنين ماشي هكذا. كتبقى المسؤولين يعني خصهم يقوموا بالخدمه ديالهم باش تكون كازا احسن. يعني ما يمكنش كازا كمدينه كبيره في المغرب ومدينه اقتصاديه تكون كتعرض لهذه الماساه والخساره الكبيره.